حياكم الله مشاهدينا الكرام، واهلا بكم الى هذه الحلقه من برنامج في المنتصف. قدم المبعوث الاممي الخاص الى سوريا جير بيدرسون احاطه الى مجلس الامن الدولي حول اهميه تغيير طريق التعاطي في اللجنه الدستوريه، بالاضافه الى رأب الصدع في الانقسامات الدوليه التي تعرقل التوصل الى حل في الملف السوري. وقال بيدرسون ان اجتماع اللجنه الجلسه الخامسه للجنه الدستوريه كانت فرصه ضائعه ومخيبه للامل، مشيرا الى عدم وجود اي خطه عمل مستقبليه من اجل سوريا حتى الان. حول الموضوع اكثر والحديث في هذا النقاش انضم الينا عبر خدمه سكايب الدكتور محمد سالم، الباحث في المركز الحوار السوري. اهلا بك معنا دكتور محمد. يعني هذه الاحاطه من قبل جير بيدرسون لمجلس الامن الدولي، هل يمكن القول الان بالفعل ان الامم المتحده قد يعني باءت الجهود بالفشل لحل الازمه السوريه؟ تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. بالتأكيد باءت بالفشل، وهذا ليس الفشل الأول. فشل بدأ منذ بداية المفاوضات، بداية المحاولة في العام 2015. وأعتقد أن إحاطة بيدرسون ولو لم تحدد بشكل واضح جدا السبب، لكن أشارت إلى السبب، وهو تعنت النظام. وهذا كان متوقعا. النظام ووفد النظام كما أشارت الإحاطة تعمد يعني رفض المقترحات التي قدمت من بيدرسون نفسه، والتي قدمت أيضا من رئيس وفد المعارضة. والحقيقة أنه المسار كله أصبح مسارا عبثيا، والتعويل على حل سياسي بدون ضغوطات حقيقية قوية على النظام لا يمكن يعني المضي قدما بحل سياسي حقيقي. وهنا يعني إذا بالفعل هذه الجهود للأمم المتحدة قد فشلت في سوريا دكتور محمد، وهذا التعنت كما ذكرت من قبل وفد النظام السوري في تلك المباحثات اللجنة الدستورية، اليوم في ظل هذه الجهود وهذه المباحثات التي جرت واجتماعات يعني خمس جلسات وخمس مباحثات جرت في يعني تلك المفاوضات من أجل يعني تشكيل دستور لسوريا، هل نحن بالفعل أمام فراغ سياسي لإيجاد حل لسوريا اليوم في هذه الأزمة؟ بكل تأكيد، يعني لا يوجد كما تحدث بيدرسون أفق للحل السياسي إن لم يكن هناك ضغوط حقيقية على النظام. وهذا حتى الآن يعني غير متحقق بدرجة كافية. دعنا نقول أن هناك بعض الضغوط التي تقوم بها الولايات المتحدة، والتي بدأتها الإدارة السابقة من خلال قانون قيصر. وبالفعل هذا القانون نوعا ما يضغط على النظام، أو على الأقل منع عودته إلى الشرعية، منع عودته إلى الجامعة العربية، منع الروس وباقي حلفاء النظام من الاستثمار في إعادة الإعمار لدى النظام السوري، وبالتالي أوقف عجلة إعادة شرعية النظام أو تحويل ما يسميه هو انتصار عسكري، التقدم العسكري الذي حققه بجهد روسي وبدعم روسي، تحويله إلى وصرفه إلى مكاسب سياسية. هذا القانون أوقفه، لكن النظام تعرض لضغوط سابقة، وكان في العام 2014 في حالة صعبة، ومع ذلك أصر إصرارا كاملا على الحل العسكري، لأنه يعرف أن أي حل سياسي سوف يؤدي إلى إزاحة رأس النظام على الأقل إن لم يكن هناك إزاحة لجزء جيد، جزء يعني أساسي من بنية النظام، وهذا هو المطلوب. لكن على الأقل الحل السياسي سوف يؤدي إلى تقليص صلاحيات النظام الحالي، لذلك هو مصر على الحل العسكري، وهذا لا يرضي حليفه الروسي بهذه الدرجة. يعني هذه الدرجة من التعنت أصبحت مزعجة لحليف الروسي. وهنا دكتور محمد، يعني أيضا بهذه الإحاطة ومناقشة جير بيدرسون مع مجلس الأمن، كان قد تحدث وناقش عن موضوع آلية يمكن من خلالها تغيير الطريقة الحالية، هل بالفعل هناك يعني المشكلة في الطريقة طرح تلك الملفات، يعني يمكن تغيير هذه الطريقة دكتور؟ أنا لا أعتقد ذلك. يعني أعتقد أصلا أن يعني مجرد الدخول في مسار اللجنة الدستورية وفي الحل عن طريق اللجنة الدستورية وتغيير الدستور هو دخول في خطوة خاطئة بالأصل. لكن المعارضة اضطرت، أو جزء من المعارضة اضطر لهذا الأمر، لأن المجتمع الدولي هو ما أراده. يعني المجتمع الدولي للأسف، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
وتركيا لظروف كثيرة اضطروا للتماشي مع الطروحات الروسية. في النتيجة القرار 2254 ثم تحوير أولويات الحل السياسي من هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات باتجاه لجنة دستورية وتغيير دستوري، هذه الخطوة خاطئة تماما. لا يمكن اليوم، ليست الإشكالية الأكبر عند النظام السوري في الدستور، أصلا الدستور لا يطبق، الدستور الحالي 2012 لا يطبق، الدستور السابق دستور 73 كان فيه مادة الحرية ربما ومواد كثيرة عن الحرية والديمقراطية، ولكن لا تطبق. القضية ليست قضية نصوص، النظام السوري ميليشيات أمنية تتحكم، بنية استخباراتية تسيطر، تقمع الناس، لا تلتزم بأي دستور ولا بأي قانون. فالمدخل، مدخل الحل السياسي من خلال الدخول في اللجنة الدستورية، هو مدخل خاطئ للدخول في الحل السياسي. لذلك مهما غيرنا به هذا لن ينفع، لكن المجتمع الدولي هو هذا ما يقوله ويدعيه، وأعتقد أنه الجميع يضحك على الجميع أننا ندخل، يعني يمثلون دورا ما أننا نحاول ونسعى باتجاه الحل السياسي. المعارضة اضطرت للدخول وتعلم أن النظام سوف يتعنت، وذهبت ربما الإيجابية الوحيدة لذهاب المعارضة لمثل هذه اللجنة أنها أثبتت لكافة الدول، وهو دائما ما تحاول المعارضة أن تقوله، أن النظام هو من يعرقل الحل السياسي. يعني رغم أن المعارضة اليوم حتى من ذهب ربما مقتنعون، الكثير منهم وأجزاء واسعة من المعارضة مقتنعة أن الحل لن يبدأ من خلال اللجنة الدستورية، ولكنها تذهب تماسيا مع كما يقال في المثل السوري، نلحق الكذاب إلى وراء الباب، يعني أنه يعني نحاول أن نسد كافة الذرائع لئلا يكون أي يعني ضغوط على المعارضة، أنه في حال لم يذهب تذهب المعارضة سوف تنتقل الضغوط إلى المعارضة، أنتم من تعطلون الحل. يعني دكتور بهذا المثل نلحق الكذاب إلى وراء الباب، يعني عام ونصف العام لهذه الجولات وهذه المباحثات في جنيف ودور الأمم المتحدة بالفعل التوصل إلى صيغة لتأسيس دستور جديد لسوريا، لكن كلها بقت بالفشل كما يقول بيدرسون. واليوم سوريا يعني بالنسبة للمستقبل السوري غير واضح. لكن دكتور محمد، هل يعني عندما أجبرت روسيا النظام السوري في دخول والتوجه إلى هذه المباحثات، هل هذا الضغط بالنسبة للضغط الروسي كان بالفعل هي بالفعل فقط للمشاركة دون تحقيق أي يعني نوع تقدم في هذه المفاوضات؟ يعني الروس يحاولون من خلال ضغوط خفيفة أنا برأيي غير مجدية، ولكنهم يعني يبدو أنهم مضطرون، ليس لديهم الكثير من الأوراق، وهذا ما يقوله محللون روس. أنا اطلعت على بعض يعني أفكار للمحللين الروس، وهم يشعرون أن النظام يبتزهم من خلال أنه يشعر أنه ليس لروسيا خيار غير دعم النظام السوري، وأنه هو الخيار الوحيد لموسكو، وأن الضغوطات التي تقوم بها موسكو أحيانا أو يعني روسيا، وهي ضغوطات بسيطة مثل بعض التصريحات، هجمات إعلامية مثلا من بعض المسؤولين الإعلاميين أو المسؤولين غير الرسميين السابقين على النظام، كلها عمليا لا تجدي، والنظام رد عليها أحيانا أيضا من خلال مسؤولين غير رسميين. يعني خالد العبود مثلا رد، وكان رده هو يمثل، يعني خالد العبود رد على، لو نذكر نحن بعض التصريحات من المسؤولين السابقين الروس، رد عليهم العبود وهو أيضا يعني عضو مجلس الشعب عند النظام ولكن لا يمثل رأي رسمي، رد أنه الأوراق أوراق النظام هي الأساس، وأن روسيا لو لم تدعم النظام فسوف ينتصر الإرهاب وإلى آخره. وهذا الموضوع كله عمليا يصب في الاستراتيجية التي تحدث عنها وزير خارجية النظام السوري الأسبق عندما قال سنغرقهم في التفاصيل. هو أغراق في التفاصيل، لا زال لدى النظام القدرة بجولات جديدة على الإغراق في التفاصيل. نحن سنة ونصف الآن بدون أي تقدم، وربما إذا نحكي عن إنجاز الدستور وفق هذه السرعة بعشر سنين لا ينجز. دكتور محمد، يعني إذا ما بالفعل لن يكون الحل عبر يعني هذه المفاوضات وهذه المباحثات واللجنة الدستورية، هناك من يتحدث اليوم بأن الحل ليس عبر هيئة حكم انتقالي إنما عبر مجلس عسكري
يقود سوريا في المرحلة المقبلة بقيادة مناف طلاس برعاية روسية. في هذه الزاوية دكتور، ما رأيك؟ هل بالفعل يعني هناك نية لدخول سوريا إلى بالفعل مرحلة انتقالية عبر مجلس عسكري انتقالي؟ يعني أنا تابعت هذا الموضوع وهناك الكثير من اللغط والحقيقة غير واضح. هل هو بالفعل مقترح غير رسمي روسي قدمه الروس بشكل غير مباشر وملتف بحيث يضغطون على النظام السوري أو يوصلون رسالة للنظام السوري أنه البديل إذا لم تستجب معنا في اللجنة الدستورية هو هذا، ولا هو بالفعل مجرد كلام إعلامي؟ لأن هناك حديث أنه بعض المعارضين اخترعوا هذا الكلام ولكن من الناحية الواقعية لا تبدو هناك أي يعني مؤشرات على هذا الأمر. أعتقد أن الروس ينتظرون أيضا الإدارة الأمريكية الجديدة وما ستفعله، وأيضا تعنت النظام بالنتيجة مجلس العسكري. يعني النظام هذا الأمر على فكرة طرح سابقا، نعم، وطرح من مسؤولين مقربين من النظام، خلية الأزمة التي تم اغتيالها في العام 2012 كان هذا الطرح موجود وتحدث عنه مسؤولون أعتقد سابقون مثل رياض نعسان آغا، وتم اغتيال خلية الأزمة غالبا بتدبير إيراني مع النظام السوري. وبالتالي يعني طبعا هذا مثل يعني قمة التطرف النظام في اللجوء إلى الحل العسكري، عدم القبول حتى الحل على يعني على الطريقة المصرية. في ذلك الوقت كان الوقت مبكر، كانت الدولة غير مفككة، ما تزال هناك يعني بنية ولو شكلية للدولة السورية، ومع ذلك النظام تعنت تماما وتم قتل حتى يعني صهر بشار الأسد من ضمن المقتولين في خلية الأزمة. وعلى الأغلب بحسب التحليلات أنه هذا الأمر كان بتدبير إيراني. لذلك هناك ممانعة لمثل هذا الطرح حقيقة حتى عند النظام السوري وعند الإيرانيين، لأنهم يرون الإصرار على الحل العسكري طيب. أو الصبر والاستمرار في نهج ولو كان صبر بمعنى الحفاظ والمرحلة التي تسبق الانتخابات الرئاسية في شهر نيسان دكتور، يعني هل تعولون على مفاجآت أو تغيير مفاجئ عبر يعني يعني السلطة في سوريا وإزاحة الأسد وإزاحة بالفعل هذا النظام السوري مقابل يعني مجلس عسكري إن كان أو شيء آخر من هذا القبيل؟ لا أتوقع مثل هذا الأمر. هذه سيناريوهات أعتقد حتى الآن هي سيناريوهات متخيلة غير حقيقية. لا توجد محاولات جادة من الدول القادرة من روسيا نفسها، لا يوجد أي مؤشرات في الأفق على محاولات جادة. الأمور متجهة الآن نحو فصل للمناطق، والأمور متجهة نوعا ما إلى تحقيق استقرار كل منطقة، يعني تحقق استقرارها الذاتي. منطقة النفوذ الأمريكي تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، مناطق المعارضة بدعم تركي، ونوعا ما لأول مرة نشهد صمود إلى حد ما نستطيع أن نقول طويل الأمد. يعني اليوم اتفاق موسكو اقترب من تحقيق السنة والروس لم يقوموا بحملة قدم جديدة، ونأمل يعني هناك توازنات معينة تؤشر أنه شكرا. قد يطول هذا، وأنه الأتراك يضعون كل ثقلهم لاستمرار هذه الهدنة. وبالتالي إذا استمر هذا الوضع سوف يكون هناك نوع من انفصال في المناطق، ريثما يعني يطول يعني هناك بيضة قبان حقيقة هو دائما الإرادة الأمريكية والإدارة الأمريكية وما تقبله أو والمفاوضات الأمريكية الروسية. في النتيجة الحل بالدرجة الأولى بيد الإدارة الأمريكية مع الروس، لأنه للأسف أصبح التدخل الدولي كبير في المسألة السورية. الباحث في المركز أو في مركز الحوار السوري الدكتور محمد سالم، شكرا لكم على هذه المداخلة. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل معكم.